التواصل يستمر، الانطلاقات تستمر مشاهدينا متابعينا الكرام هنا على أرضية ميدان دستور، أحد يفرع تحفة ميادين السباقات في دانة الدنيا دبي بمنطقة السفيلي. تابعنا وياكم أول الأشواط الذي ذهب مع الذيبة والشواهين بشعار يبع بن محمد بن خلفان المزروعي وشعار أحمد بن محمد بن دغاش العامري، والتوقيت 4:47. بسم الله وعلى بركة الله ينطلق في هذه لحظات ثاني الأشواط، وهو أول أشواط الجعدان الحقايق. أتقدم مع المراكز الأولى مباشرة، نطالع المقدمة والمركز الأول مبهر سعيد بن سالم بن عامر العامري يتقدم على المركز الأول، وفي صدارة هذه الأسماء الجذاب من الجانب الآخر علي بن مسفر بن علي الخيلي، والمركز المركز الثالث يتقدم في هذه اللحظات شاهين محمد بن سالم بن راشد المزروعي شعار بن رقراقي، المركز الرابع من الجانب الآخر وتابع شاهين عبد العزيز بن سيف بن كليب الكتبي قادم على رابع المراكز، المركز الخامس ناخذ المركز الخامس حفلان القادم وسعيد بن ناصر الدرعي من يقدم سلالة حفلان على ما ظن. هكذا هي النتيجة والنداء الأول للخمس المراكز الأولى المتقدمة والحاضرة، وتابع الشعارات وتابع الأسماء القادمة. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول، أعود إلى الشعار العامري على المركز الأول مبهر 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 سعيد بن سالم بن عامر العامري من يسيطر على المركز الأول من الجانب الآخر. عندما وصلنا إلى منتصف 3 كيلومترات بدأ الجذاب بالتغيير، علي بن مسفر بن علي الخيلي يقدم الجذاب، ناخذ المركز الثالث ويأتي حفلان 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 سعيد بن ناصر بن أحمد الدرعي قادم مقدما حفلان. الله يا سلالتي هملول، المركز الرابع شاهين عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب، المركز الخامس أول ندى لشعار بن دغاش شاهين أحمد بن محمد بن دغاش العامري قادم في هذه اللحظات، والشبابي عتيج بن سيف بن عبيد بن كديدة يقدم الشبابي الكيلو الأخير الكيلو الخطير. ما شاء الله، عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة. الشوط الأول الرئيسي هنا مع الجذاب ما شاء الله تبارك الله، هدوء وركود في سيرك يا الجذاب على المركز الأول. علي بن مسفر الخيالي حد ممثلين هالي رماح قادمين مقدمين أجود النوعيات. الجذاب على المركز الأول، 600 متر الأخيرة المتبقية ما شاء الله بدأ يكلموا الجذاب. وصل حفلان الدرعي على المركز الثاني، ولكن هيهات هيهات يا من تلاحق هذا العملاق. الله، جولة الأوامر ل400 متر الأخيرة يا بن مسفر يا الخيالي علي بن مسفر بن علي الخيالي من يقدم انطلاقة الجذاب وعصاف الأبطال بدون أي أوامر ولا تعليمات. روح بالصدارة، روح بالمقدمة، صبح على هالي رماح بالخير مع أول انطلاقات مع شوطنا الأول الرئيسي للجعدان. تسلم يمينك يا علي بن مسفر يا الخيالي يا من قدمت الجذاب في شوطنا الأول الرئيسي للجعدان. اللقاية ما شاء الله والعصاف الأبطال 4:43، التوقيت الأفضل يتسجل
بدون اي اوامر حفلان على المركز الثاني لسعيد بن ناصر بن احمد الدرعي، والمركز الثالث شعار العامري سعيد بن سالم بن عامر العامري مع مبهر. هكذا هي النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام. التوقيت الافضل يتسجل 4:43. تهانينا والناموس لمالك الجذاب علي بن مسفر بن علي الخيل، وسلامنا صباحي لهالي رماح.